أنا جيت المنيا علشان المنيا أكثر المحافظات تصديرا للقصب. لازم يحصل تكاتف وتضامن وتعاون عشان نوعي هذه الأسر بالمخاطر اللي هم بيحطوا عيالهم فيها. ده حرام دينيا، احنا شعب متدين مسلم او مسيحي، وانا بؤمن بان الخطاب الديني ده بيمس المواطن، انما مع الخطاب الديني لازم يبقى فيه عقاب. عشان كده انا طلبت انه في قانون تجريم الهجره غير الشرعيه يبقى فيه ماده صريحه تعاقب الاب او الام اللي بيحطوا ولادهم بالغصب على مركب. الموضوع اللي احنا بصدده اللي هو موضوع الهجره غير الشرعيه. الهجره غير الشرعيه دي هي المضاد للهجره الشرعيه. الهجره الشرعيه دي قمه العطاء لمصر، الهجره غير الشرعيه هي قمه الخساره لمصر. احنا واثقين ان في وجود وزيره زي حضرتك هيبقى في ترشيد للهجره، في استفاده من كل اولادنا واهالينا المهاجرين بره. انا واثق ان القعده دي هيبقى ليها مردود.